السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لسه خارج حالا من امتحان ال PMP، والحمد لله ربنا وفقني وجبت above target. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، سوى مجهودات كوتش إيهاب. أنا مش عايز أقول باشمهندس إيهاب زي ما الناس كلها بتقول، لأن أو انستراكتور إيهاب، لأن أنت فعلا يعني فعلا كوتش، يعني بتفهمنا ال PMP وبتفضل معانا، وبعد ما بيخلص الكورس بتفضل تتابعنا وبتحطنا في جو فعلا تحضيري فعلا للامتحان. ولما فعلا احنا بنيأس وبنهبط وبيبقى فعلا بنقرر ننسحب، انت بترجعنا تاني وبتحطنا في الاجواء تاني، وفعلا بتدينا اسئلة وبتحط لنا اسئلة يعني فعلا بتكون سبب في نجاحنا. فربنا يبارك لك ويوفقك، ومهما قلنا لك والله مش هنوفي يعني حقك، ولا اي كلمه فعلا توفي حقك من اللي انت عملته معانا وصبرك علينا، خصوصا ان الاسئله الكتير انا كنت بسالها لك وفي اوقات مختلفه. يعني والله ربنا يا رب يكرمك يا رب، انت الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في النجاح اللي انا نجحته دوت والاتشيفمنت اللي انا عملتها. وبقول لاي حد فعلا محتاج ياخد البي ام بي ويفهمها ويعدي الامتحان، يخليه مع كوتش ايهاب وما يسمعش كلام الناس. هي فعلا يعني الناس كتير قوي بتحاول يعني تقول ان الموضوع صعب، هو يعني مش صعب، هو كمان مش سهل، بس اللي بيخلي الموضوع ده مش سهل يعني وتقدر تعديه كوتش ايهاب. وربنا يا رب يبارك لك ويوفقك، ومتشكرين جدا جدا جدا، ومفيش اي كلمة توفي تعبك ومجهودك معانا. جزاك الله كل خير.